Heb jij een winstgevende website nodig of een complete huisstijl voor je bedrijf of wil je domineren op social media, dan ben je bij Urban Designs op het juiste adres. Denk bijvoorbeeld aan hoge score op Google of meer volgers scoren op social media. Bij Urban Designs werk je met een ervaren team die jou hierbij kan helpen. Dus als je next level wilt gaan met jouw bedrijf, werk dan met www.urbandesigns.nl. Salam alaikum iedereen. Welkom bij een nieuwe aflevering, waarin ik ben uitgenodigd in het huis van Dr. Abu Abdillah Mohammed Salami Temsemani. We zullen in het kort hebben over de opvoeding in het huis en een goed voorbeeld te zijn voor je kinderen. Zijn de kinderen nou de boosdoeners of dienen wij de ouders hierop aan te spreken wanneer wij zien dat de kinderen een enorme voorliefde hebben van dit dunia en verkeerde sleutelfiguren hebben? Ik leg de antwoord neer bij de kijker. En trouwens, voor de mensen die vragen wie deze broeder is, hij is afgestudeerd als doctoraal in Medina en heeft meer dan 15 jaar daar gestudeerd. Kijk mee, salam alaikum wa rahmatullah. De verkeersboetes worden tegenwoordig steeds hoger. Skandale helpt gratis bij het aanvechten van je verkeersboetes en heeft veel successen geboekt. Skandale regelt ook uitstel van betaling in deze moeilijke periode. Kijk nu op www.skandara.nl. Ben jij op zoek naar de goedkoopste deals voor restaurants bij jou in de buurt? Of liever een dagje beauty center waar je even helemaal tot rust kunt komen? Of zoek je spanning in een pretpark of dierentuin? Wat je ook zoekt, wij zijn de community voor iedereen die op zoek is naar halal. Halaldeals.nl. De leukste halal deals voor de beste prijs. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i huda. Amma ba'd. ويقع عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. ويغنى نخمروا أولادكم بالصلاة لسبع الخطاب موجه للأولياء إلى الآباء. فما راح نجرم الزيان. أقفوسنش والطابخ الصلاة والطابخ الأخلاق والطابخ الدين. راح نجات يتمزي والطابخ الحجاب خل حشمة. نعم. مرمي غيابة. قمر والطابخ شيك خصوصا ديال البلاد ما يتجمع كني تاويش الشارع تاويش المجتمع تاويش المدرسه تاويش تيم الدكار حتى الالعاب الالكترونيه تفنس ندايس سر حوايج تعفانين تليفون تفنس الحوايج تعفانين سر ماذا الناس الحوايج تعفانين مروات تجي هذا الضيطه ولاش توثق في امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامه الناس كليج الراعي الراعي يجي ثنا ربي العالمين الامانه غاش سبحان الله ولهذا العلماء قال حتى السفر لغير حاجه مثلا اذا كان فيه هذه ضيع تاونس لا مش تبغى تقرب على الجماعات يعني جوان من غبارة تجن طاونس الاثنين أصلا يني للجو هذا غير من البداية يضيع طاونس وبدأ زي ثدات ولما عود قبل ذلك يبدأ زي خفنس أدير ذي القدوة لا يستقيم الظل والعود أعوج ولا ينبت أن الشهدة الحنظل المر سبحان الله ما يمكنش يعني ثيرين غتيرين تسجد انت غاك شوض انتيرين غيفاغ سبحان الله وقام النقال العود انت الداث ذي الأب توارن تتزجات توارن الأخلاق توارن البنات مشيت مع ملك يمات سان تسور وراء صبحات صحيح يتفق ذكر الله يتفتس ذكر الله طاول سيسر ماذا سن القرآن توارن تتزجى بعض النوافل خارج العلماء من الحكمة أنك تزجى حين النوافل ذي ثداث طاول نشتورنشك رمضان الزيك نعم كيش توضح مزيدة الدروس العلم صحيح خزاف تراقبات مني تقمان يجزي قالشك أن مني ذي جن المسؤولية الطام قرانت وذي سجن قسحت ولكن وني جاء السن أن غاصل المسؤولية أمام الله عز وجل أن ذي عبطة والنس يتكتار أولا الدعاء سبحان الله ذي مواطن الإجابة ذي الثلث الأخير من الليل ذي مريزوم قاذي كسر مغام مثلا خذي رمضان ذي الساعة الأخيرة من الجمعة ذي الصفار المهم أي موطن يتورد إجابة الدعاء يتدعى سيصر حرب العالمين الذرية شكات قد الأسباب ولكن الصلاح صلاح الله سبحانه وتعالى الله أكبر لكن إسان ويضيع بثار ونس صحيح صحيح لأن ثداث شكت ثداث ديس موسيقى إنها يكبر موسيقى تعلقني التمائم صور شاني ما ديس انت الشرك صور ذوات الأرواح أرخاني ديجن الحاجة والعياذ بالله طب إيطان أكرمكم الله ذي ثدرين الموسيقى السماع الى احيانا الى الشركيات الحلف بغير الله سب الدين والعياذ بالله مش غاتك تدات غاسات انت الملائكه نيشا بخلاف اذا انت تدات ديس الخير ديس الذكر ديس التربيه الحسنه يتيري اثنين يقولون الزوج الزوجه مع وانن صحيح كذلك قراءه سوره البقره ذي ثدات سبعه الشياطين قال النبي صلى الله عليه وسلم اخذوها بركه وتركوها حصرة وذر حصرة نخوني تيجاي تكني سورة البقرة آه نعم. ولا تستطيعها البطل وزمان صحة من أيام شنقا دائما المشاكل اللي جن خذ المجتمع وللأسف الشديد حتى غاي مسر من يتعقب على الجهل بالدين ذوايز إغاق ديوسين ذياو يجيش نيخو تشماش نيخو تشماش نيخو تشماش نيخو الولي النس كذلك آياز مخفى آياز النبي صلى الله عليه وسلم قال فاضفر بذات الدين تربت يدك أرشدك إلى ذات الدين والرجل إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه نعم مريض غاك شنجن تعضيد خدين النس هذا الخلق النس اسم رشيف سبحان الله شكت اسم الجش دي الجن
ما يتزيد جين هاك يا ودي هاك يجن المهم غا 6 ملياف يجن و السن ما يجيش ما يتغيساس صحيح ما تيكرم ما خاص يعدا فاعظم الاعتداءات تكش دي جند الفاسق اللي خلي المبتدع وبعض الناس ويتقصي حتى خدين اصل المله اذا خمي غي حوايز غث الدات ثم غث غث الدات والسن والحقوق والسن والشروط ثم غث غث النوم غث صديقة السوء ثم غث خدمي قايز ندي بارا غايز اقف نايك مرضي بارا واتمرقين وخرج ندي حن جانب عض ضيع يعني فذود الاسباب سبحان الله. كذلك ان ايز يخص غث تيري القوام ان ذايز ايز غث يعني لانه ينفق الاموال انت يجي الواجب خص النفقه صحيح الواجب خص هذه صون ثم غث نس ثم غث يعني الاصل انها انت تتعبث او نسات صون عيز نسات صون العرض نس ما المجتمعات نخنا عرق زمين ديس انتي توقيعا المدارس نخ زمين ديس انتي توقيعا حجان دي مزيان زار شان الامور والله يندلها الجابين قارش تدتينا في الزيس انت فما بالوكا يعني ذي البلاد نوم كنيو ذي ثموافن نوم غاما يتجغيرو مين يتسمى الاصليين واسن المعصية دي جن حاشت بعد الكفر عادي اي معصية ترتكب نعم غاسن عادي غاسن نعم القضية يعني الحرية، القضية الانفتاح، القضية من ما يسلمين يقمرش، نخ القضية إني أنه يمدش أموه يسلمين على ثمغات، ثمغات يسلمين على وعياز، نعم نخ يمرق فقتي جمال لا، يخص تراعي ذا الأصول، تسقسي ذا تبحثات، ثمغات إني ما متدينة ما تصحق لأن من الحق ثار ونشاط أنت خذت طمغة تمزوى الله أكبر مش سورة جن صلاح ذرية نعم نعم صحيح وقت صلاح ذرية بيخصص أنت خذت طمغة يمت تمزوى يمت سني زوا ثني تعيا حد يمت سني ثني غياب بنش تعاون وخش كذي برا تري غاز الأمانة نعم الله. ثم آياز يخصد يسير الخلق الدين الخلق الدين ما معنى زعم خلق الدين أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتكم من ترضون دينه هو خلقه الخلق زيد الدين ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الدين للخلق سبحان الله قال العلماء يعني عطف الخاص على العام إذ كادر حاجتين مع أن زيد الدين لهم أهميتها الدين نسى ذي رمش أن السنة خدين زيد يسن النبي صلى الله عليه وسلم موحد لله ذا سنة وجبوا ذا إرهابي جماعة ظلل وجبوا ذا زي الشيعة ورزي أصحاب الزاوج توجبوا زقوا ذا نكتقن الشير كيك استغاثن زي غير الله كيك استغاثن وخيوز ذاك شان إيمان بنادم يتصدعات سلمين يظهر ظاهر نس الدين لكن خبيك غاس سيورته غاس الحزبيات غاس الأفكار منحرفة غاس يتكفر الأمة يتفخ الأمة ذن شين وذن يتقن شي قارن مثلا فغ مصحاب تبليغ قارشان فغ الجاهل أوانيتن وجبوا خدين كل أمر أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف المنهج الصحابة مختوغة أبو بكر ذا عمر ذا عثمان علي مردود وفنق برشان الشين أود الكتاب السنة فهمت على فهم الصحابة على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير نسي سبحان الله نعم خمد غايس من المتدين الخزاء الأخلاق نسي يمكن غاس يريد الدين صحيح ولكن الأخلاق نسي يمكن ذي عبدخ فمغاف فخمين جمع الأخلاق نسي بلاد نظر سبحان الأخلاق نظر سبحان شهد نسي وذان ذي صار رحمة يستن القدر انتم غاث النتي قداغ ذي السن يعني بأن ثني قد يجل الأمانة قد غاس وخستي استقصار بالعالمين يوم القيامة أتي كارام تصني وذني استضعاف ثمغاث يعني القارس يسبيين دي القوانس أخ ثمغاث ومن يجبوز الرجولة ثمغاث قطغاك إذي يصير رب العالمين يخلق ذيس مثلا الحنان يخلق ذيس التصن الأمور يخصيش أن تراعي فثمغاث نشكي استنهي الليذ وأعظم اللي يعني غنهي الليذ يسا تريد دايز نشان تغيض ثمغاث الناش تعزل من دسين قسان أيز قدي بارا دير قهاوي نايك مريتي راركات ضرب قندي تقمار فمغافق يدير خدمه مثل خيك في الدوكار وغيم الدوكار نستور نسخ من الجند عفان طعم على سجو فينتم الدوكار نس ثني جوزون الحريه نهار من يتخلف انتصار بالعالمين قوادين هو الحريه حقاش دائما ديال الملك نار بالعن وعك ما يغفغ نعم واخا ثو يلقى تمسدج ديال السودار بالعالمين او ندرت اشي اعطاك واحد غاص وعك ما يغفغ الحريه وجب طفل زيت طاعه نار بالحريه طاعه نار بالعالمين الله اكبر المراه العفيفه حصان الرزان تمغاث جات يعني السن القيمه نسكه تمغاث فان غبر ديال العجيب فمن خز دقان يعني من دقان الكفار من دقان الليبراليين يخطف يعني تمغاث دي جن الكنز يخص خاص نحافظ وعياز خميق مدش يخص يحافظ تمغاث النس تمغاث السن الحقوق مميز النس اياز السن الحقوق تمغاث النس بنشل المشكل عاود جاري السن اثحلقت وكي جاي ياس تمغاث السوء تفاهم نعم فقد الحياه فالحياه يسمع الصف مغاث كنت خاص الامور ديال الحياه تنسى ولكن واتي في البيض من برا جرس فاميليه صحيح فاميليه يجب دفن التصنيف اذا صراحه يجب دفن دي اي حاجه اجد دفن يعني ما تحل ذا المشكل اني ثاني ما تصرحم ولكن المشكل مش غبار ما يفرط غير مني يبدا نظرين المشكل صحيح العوارات البيوت
الله أن بنادم الذي حفظ ثداث النس أذي يريد الرجل الذي ثداث النس أذي يريد الرجل إكتمغى في النس ثمغى سطير التمغى في قوايز النس نعم بارك الله جزاك الله خير أستاذ الله والله ما ينسى باقي ما عليكم في ذاك كسي ورغل صعبي مرحبا جزاك الله حفظك الله صلى الله عز وجل يبارك فيكم والله أنا الله استفد منك والله ما ينسى ما تقلش فيديو وما اللي بلا تقغس لايك وما تسنت غاس جزاك الله خير بس ما سيك أصيد فوري نعمة إقبال هي في رغمة الأستاذ أبو عبد الله حفظه الله تمسامني أنا تسمع أخت الخنوخ وما تهمت زين En vergeet inshallah zijn kanaal niet te abonneren. Ik zal het onder inshallah in de beschrijving doen. Dus vergeet niet te abonneren, beste mensen. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.